فيلمنا النهاردة قصته بتبدأ بالمشهد الافتتاحي مع طفل صغير بريء اسمه مات مايسون، واللي كان حزين جدا بعد ما رسم صورة لأهله واللي هم أبوه وأخوه واسمهم توم وهال. وبنعرف إن في غزو فضائي حصل على كوكب الأرض، مصلية الدنيا مش هتمشي كده سهلة، وتوم وهال كانوا سابوا مات عشان يدوروا على أكل، وعشان كده مات كان خايف عليهم جدا، إكمن الفضائيين بيقتلوا أي حاجة بتتحرك على الأرض. وفعلا في المشهد اللي بعد كده بنشوف ان توم وهال عرفوا يلاقوا شوية اكل معلب، والسفن الفضائية قفشتهم وضربت عليهم نار، والاتنين حاولوا يهربوا بسرعة قبل ما يموتوا، وللأسف كل الاكل وقع منهم، بس الحمد لله جالهم واحد معرفة وحاول ينقذهم من هجوم الفضائيين وطلعهم كده من منطقة الخطر عن طريق مخرج سري، وحتى قابلوا مجموعة الرجالة دول وراحوا المعسكر بتاعهم. وساعتها شافوا سفينة بتطير وقريبة منهم جداً، وشافوا ضوء أبيض غريب ما كانوش عارفين مصدره إيه. وفي المشهد اللي بعد كده توم وهال رجعوا للمعسكر وشافوا مات الصغير نايم على كنبة، وراحوا يطمنوا عليه، والولد فرح جدا برجوعهم بس كان تعبان وعاوز ينام. وبعد كده توم قابل صاحبته واتريقت عليه بهزار عشان رجعوا من غير أكل، وهو حكى لها عن الكارثة اللي وقعوا فيها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم راح اجتماع تبع زعيم مقاومة المجموعة واللي اسمه جيم، وقالوا إن المدينة بقت في حالة خراب أكتر، ولازم يقسموا نفسهم لوحدات ويحاولوا يخلوها 300 وحدة منفصلة، وكل وحدة تروح لمكان مختلف، ويتأكدوا إن المكان ده فيه أكل، وأهم حاجة إنه لازم يكون أمان. بس في نفس الوقت توم كان عنده مخاوف شديدة من الخطر علشان خسر طفله البريء في المدينة، وهو نفسه يفضل في المكان ده ويجمع أسلحة ويحارب الفضائيين. بس جيم بدأ يتكلم عن ولاده التانيين وإنه لازم يخلي باله منهم ويتأكد من سلامتهم ويفكر في الانتقام بعدين. وبعد كده زعيم جيم بدأ يقسم الناس لوحدات ويعلمهم أماكن على الخريطة، ولازم يروحوا الأول ويعملوا فحص، وفي مجموعة هتبقى تبع كابتن ويفر، وبنعرف إن توم هيبقى المشرف مع ويفر، وطبعا الراجل متضايق جدا ومش محتاج مساعدة توم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كل مجموعة بتجهز مع القائد بتاعها، وكانوا بيجهزوا كل المستلزمات الطبية. وفي الوقت ده توم كان بيصالح ابنه الصغير عشان فوت حفلة عيد ميلاده، ووعد ان هو مش هيفوت الجاية خلاص. وفي الوقت ده كان في كذا مجموعة اتحركت، وهما متحمسين جدا عشان خارجين برا المدينة وهيشوفوا محلات واماكن جديدة. وبنشوف توم وهو بيتكلم عن فكرة انهم محتاجين يروحوا المحلات الكبيرة الاول تحت اشرافه ويجمعوا كل حاجة على قد ما يقدروا، ولازم يلاقوا اي اسلحة عشان عدد يعني المجموعات كتير والاسلحة قليلة. وفي الوقت ده بنشوف هال خرج مع صاحبته كارين وراحوا يستكشفوا منطقة قريبة، وساعتها هال شاف كده تقاطع لمنطقة كويسة جدا، بس معرفش ياخد أي خطوة عشان شاف كائنين فضائيين مدرعين جايين ناحيته، وهو استخبى بسرعة وكان بيبص بصات سريعة عليهم. وساعتها شاف مجموعة كبيرة من الأطفال وكان في آلات غريبة على ظهرهم والفضائيين ماشيين وراهم، وساعتها أخد باله واتصدم لما شاف أخوه وسط الأطفال دي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف هال ركب موتوسيكله بسرعة وجري على أبوه علشان يفرحه بأنه أخوه لسه عايش، وبنشوف توم مش مصدق نفسه عشان فكر إن الفضائيين قتلوا ابنه. وساعتها هال طلب من أبوه يسمح له ينقذ أخوه، بس توم اتعصب ورفض عشان لازم كل مجموعة تكمل مهمتها، وتوم هيروح ينقذ ابنه بنفسه لما الوقت المناسب يجي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مجموعة توم بدأوا رحلتهم كده بكل هدوء وراحوا للسوق الكبير، واكتشفوا وجود أكل كده بكميات كبيرة جدا، بس فجأة اتعرضوا لهجوم من اتنين فضائيين كانوا مستخبين في صناديق الأكل، بس المجموعة تعاونت وقتلتهم بكل سهولة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف المجموعة رجعت للمعسكر، وكل أهل المعسكر رحبوا بيهم وشافوا جابوا معهم إيه. وبنشوف كده توم راح يتكلم مع ويفر على انفراد كده، وطلب منه إذن إن هو يروح ينقذ ابنه من الفضائيين، بس طبعا ويفر رخم كده وموافقش علشان المعسكر هيتعرض للخطر. بس توم قال له أنا هعمل أي حاجة علشان أنقذ ابني مهما حصل. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم خرج لابنه الصغير مات، وكان عامل حفلة كده بتاعت عيد ميلاد مخصوصة عشانه، وجاب له لوحة التزلج اللي كان نفسه فيه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم بدأ مهمة تانية مع فريقه، والمرة دي كانوا رايحين يجيبوا أسلحة زيادة من المستودع عشان يتأكدوا إن مفيش أي فضائيين هيعترضوا طريقهم. بس علشان يتأكدوا أكتر ساعتها حذفوا كورة وخلوا الكلب بتاعهم يروح يجيبها بسرعة، وساعتها في روبوت فضائي سمع الدوشة
وظهر لهم فجأة وبدأ يضربهم بالنار وأجبرهم يهربوا للمعسكر. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم بيصحي مات وأخده كده عشان يفطر معاه، وساعتها فكر في خطة عشان ينقذ بيها ابنه المخطوف. وفي الليلة دي بنشوف مات متحمس الخطة جدا، وقال لأبوه يروح يقنع ويفر تاني، وفعلا أبوه راح يتكلم معاه هو وواحد كده صاحبه، بس ويفر لسه غيتت برضه، وبيقول إن المعسكر محتاج مهمات أهم من مهمة إنقاذ ابنه، وعددهم كبير وحياة ابنه مش أهم من العدد ده. وحتى الآن راح تطلب من ويفر يخلي شوية ناس من المعسكر يناموا في البيوت زي المحاربين، بس ويفر رفض حتى الطلب ده، قال إن المحاربين بتوعه محتاجين راحة وهدوء عشان يعرفوا يخرجوا في مهمات ويحاربوا بشكل أحسن. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف أهل المعسكر بيكملوا روتينهم بتاع كل يوم وبيساعدوا بعض في شوية شغل بيتي، وحتى طلع في مدرسة في المكان ده بس هو مدرس واحد، وبيقعدوا كده في صندوق عربية. وبنشوف الأستاذ مايكل سكوت وهو بيتكلم مع توم عن أداء ابنه مات، وبيقوله إن هو ذكي جدا. والاتنين بدأوا يتكلموا عن الروبوتات شوية وإن في منها أنواع كتيرة وأخطر أنواع اللي عندها رجلين. وفي الوقت ده بنشوف هال وكارين بيكملوا مهمتهم وجابوا شوية إمدادات، وكان في بنت اسمها لوردز بتعاكس هال، وطبعا كارين اتضايقت جدا عشان هي معجبة بيه، وهو قال لها إن هو كمان معجب بيها. وساعتها توم دخل أوضة هال وعرف إن هو معجب بكارين، واتحرج عشان قاطع كلامهم، بس هو كان جاي له عشان في مهمة جديدة من ويفر، وإن مجموعتهم لازم تروح مستودع الأسلحة ويجمعوا أسلحة على قد ما يقدروا، ومهمة إنقاذ أخوه هال هتتأجل شوية. وهال كان متضايق جدا بس وافق في الآخر. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف المجموعة اتسحبت بالليل وراحت المستودع، وكان عددهم 6 أشخاص، وبدأوا يدوروا على أسلحة رباعية وطلق. وفي الوقت ده بنشوف واحد من الفريق كان ماشي لوحده، وساعتها في سهم رشق في صدره، والراجل ما كانش مستوعب سرعة اللي حصل ووقع كده من فوق السلم، وكان بيضرب بسلاحه في كل حتة. وطبعا المجموعة اترعبت وعرفوا انهم بيتعرضوا لهجوم لما سمعوا الصوت في الضلمة بيقول يا ريت يا توم تنزل سلاحك على الأرض إلا هقتل ابنك وحبيبة القلب كارين. وتوم قرر ان هو يستسلم عشان مش عاوز يخسر ابنه هال هو كمان، وأمر فريقه يرموا سلاحهم على الأرض وخرجوا من المخبأ بتاعهم واتقبض عليهم، وراحوا المسرح مهجور مع زعيم العصابة اللي اسمه جون، واللي كان متعصب جدا وبيكره ان حد يدخل منطقته من غير اذنه، وطلع عارف توم وعارف هو جاي هنا مع فريقه ليه، بس ادخلهم منطقته بيهدد حياتهم. وساعتها قرر يبعت هال لأهل قريته ويحكي لهم عن اللي حصل ليهم، وفعلا واحدة اسمها ماجي اخدت هال وهي مغمية عينه وودته لمنطقته كده عشان تتأكد ان هو هينفذ كلام الزعيم. وفي نفس الوقت بنشوف جون بيتكلم مع توم عن حياته في الماضي قبل ما الغزو يحصل، وبنعرف ان جون طلع مجرم وكان رد سجون، وهو مبسوط جدا بالغزو الفضائي عشان خلاه يعمل الحاجة اللي بيحبها، وبدأ يشارك توم بسر قتل الكائنات الفضائية بشكل أسرع، وطلع هو وفريقه طول الوقت بيضربهم في رجليهم عشان دي نقطة ضعفهم وأضعف جزء في جسمهم، على عكس توم اللي كان بيقتلهم في دماغهم، بس الموضوع كان بياخد وقت بسبب سرعة الكائنات الفضائية. وفي الوقت ده توم لاحظ ان المساعد الاول والدراع اليمين بتاع جون فاد الوعي على المسرح بعد ما الطيارة الفضائية ضربته طلقة، وتوم كان قلقان من جون ليعمل فيه نفس الموضوع، بس بالعكس ده هما الاتنين احتفلوا وشربوا شوية كده عشان عايشين لحد دلوقتي. وفي الوقت ده توم كان عاوز يتحالف مع جون وطلب منه يحارب معاه مقابل ان هو يخليه ينام في بيوت امان زي زمان، بس جون اخد الموضوع بطريقة وموافقش. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف هال راح المعسكر بسرعة وقابل ويفر وحكاله على كل اللي حصل في مستودع الأسلحة، وعلى الرغم ان الكابتن ويفر كان متعاطف لأول مرة في حياته إلى انه رفض يساعد توم علشان موضوع الإنقاذ صعب وكده هيخاطر بحياة كل المدنيين اللي في المعسكر، ولما يتأكد ان كل المدنيين وصلوا لبر الأمان هيبقى يروح ينقذ فريق توم. ولما ويفر مشي ساعتها آن اقترحت على هال انها تيجي معاه لمكان أبوه عشان عندها خبرة طبية وهتحاول تعالج جرح المساعد الأول بتاع الزعيم، واللي طلع كمان أخو الزعيم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفهم وصلوا لمكان الزعيم اللي كان متضايق جدا عشان كابتن ويفر ما جاش زي ما طلب، بس عرف سبب وجود آن وسمح لها تعالج أخوه عقبال يعني ما يخرج بنفسه مع شوية من رجالته، وراحوا يكملوا حرب مع الفضائيين ويعقدوا كم صفقة كده بتاع تبادل أسلحة.
وأول ما جون مشي ساعتها أخوه بدأ يتريق على ماجي وفكرها باليوم اللي خطفها فيه من 3 شهور وإزاي أجبرها تبقى في فريقه غصب عنها. بس ماجي اتعصبت جدا وقتلته من غير تفكير وسمحت لتوم يهرب مع فريقه. في المشهد اللي بعد كده بنشوف ويذر وهو بيعمل صفقة مع جون والاتنين بيبدلوا شوية أسلحة مقابل أكل وشرب، وتوم استغل الموقف وفاجئهم وضرب رجالة جون بالنار وقتل معظمهم، والسفينة الفضائية حذفت صاروخ وقتلت باقي رجالة جون وهو الوحيد اللي طلع عايش، وويفر قبض عليه واخده رهينة وحطه في الحجز. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ويفر بيتكلم مع توم بخصوص كل حاجة حصلت امبارح وسمح له يروح يدور على ابنه النهاردة. وبعد كده توم قابل آن وشكرها على كل حاجة عملتها امبارح وانه كان هيعمل نفس الموضوع لو كانت هي مكانه. وبعد كده بنعرف ان هو عدى كذا يوم على عملية الانقاذ، وتوم وفريقه عرفوا يحددوا مكان ابنه اللي كان وسط أطفال كتير جدا وكانوا شغالين وفي جهاز تحكم لازق في ظهرهم. وفي الوقت ده الفريق كان بيحاول يستكشف كل المنطقة من السطح، بس للأسف كارين وقعت قلب طوب بالغلط، وطبعا الروبوت أخد باله قبل ما يهجم عليهم. كان الفريق هرب كده ورجعوا المعسكر، وبنشوف أهالي كتير بيسألوا على أولادهم لو لسه عايشين، وتوم طلب منهم يحطوا على الحيطة كل أسئلتهم والصور أولادهم، وفي كل مرة هيخرجوا فيها هيدوروا على شوية من الأطفال. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم راح يقابل الزعيم جيم اللي قال له إن هو اتكلم مع شوية مرتزقة وهم لسه بيحاربوا الفضائيين وعاوزين يحرروا بلدهم بأي طريقة، وأقنعهم يحاربوا معاه ويتحدوا ويقتلوا كل الفضائيين وهيجمعهم كده هدف واحد، وهيبدأ إنهم يجمعوا أي حاجة تعتبر سلاح ويبدأوا المقاومة. ده غير إن جيم فكر في طريقة طبية عشان يشيل بيها الحزام الغريب اللي لازق على ظهر كل الأطفال، وإن هو اتكلم مع دكتور جراح شاطر وهيقدر يشيل الحزام ده بعملية جراحية، بس هيحتاجوا يعملوا تجربة على الشخص الأول. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف جون محبوس في زنزانة وبيشتكي من طعم الأكل، وجيم كان طلب له التماس كده عشان يقدم له فرصة تانية ويستفيدوا منه في الحرب، وساعتها هيبقى ياكل أكل حلو وهيشتغل في المطبخ كمان، بس هيبقى متراب 24 ساعة. وفي نفس الوقت ده توم كان بيتكلم مع آن واسألها على الدكتور المشهور عشان عاوز يتأكد على سلامة ابنه بعد العملية، ولما قالت له على اسمه طلع عارفه عشان كان زميل قديم لمراته واللي كان بيدور عليها بعد الغزو واكتشف ان هي ماتت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم راح يقابل مايكل اللي كان بيعتذر له على موت مراته، وبالرغم ان هو ما قدرش ينقذ مرات توم الا انه هيعمل كل حاجة في ايده عشان ينقذ ابنه. وبعد كده بنشوف الفريق جاهز وراحوا كده على المستشفى المهجورة واللي لقوا فيها الاطفال وجهزوا كل المتفجرات، ومايك وتوم كانوا مستنين بين يظهر عشان ينقذوه. بس ساعتها مايك اتصدم لما شاف ابنه ريك اللي كان ضايع هو كمان، ومايك دلوقتي فاض اعصابه وجري بسرعة على ابنه وصرخ باسمه، وطبعا الروبوتات سمعت كل المسرحية دي وراحوا يهجموا على مايك وابنه، بس توم استخدم متفجرات وقتل شوية منهم، بس في روبوت اعترض طريقهم وساعتها انفجار تاني حصل وتوم فقد وعيه، وروي سحبوا بسرعة للعربية وهربوا، كان مضطر يسيب هال وكارين. وبعد كده بنشوف توم صحي ولقى نفسه في نفق واكتشف ان روي انقذه هو بس، وعشان كده قرر ان هو يرجع هناك تاني وينقذ ابنه بنفسه، وطبعا هينقذ كارين يعني. ولما كان ماشي في نفق ضلمة ساعتها قبل واحد من الكائنات الفضائية اللي هجم عليه بكل وحشية، بس توم قطع رجله وسحبه للمعسكر وهو حي كده عشان يعملوا دراسة عليه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف هال صحي ولقى نفسه بين شوية أطفال واللي كانوا بيسحبوا كارين وهي فقد الوعي، وساعتها الروبوتات وصلت المكان وأمرت كام طفل يقفوا جنب بعض وخلت أطفال تانية يقتلوهم من غير رحمة عقابا لتوم عشان ما يجيش ينقذ حد فيهم تاني. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مايكل بيستعد لعملية راك عشان يشيل الحزام الحديدي من ظهره، وبعد كام دقيقة من عملية القطع والعزل بنعرف ان العملية نجحت والحمد لله، حالة الطفل بقت مستقرة. وبعد كده توم اتكلم مع ويفر وقال له ان هو ياخد طلق كتير ويروح ينقذ ابنه لوحده، وفعلا توم بدأ رحلة الانقاذ لوحده وشاف ابنه وهو ماشي وتايه وخايف، ولما اتكلم معاه ساعتها اكتشف ان ابنه في حالة صدمة والفضائيين بعتوه علشان يوصل له رسالة بانه لو رجع ينقذ الاطفال ساعتها هيقتلوهم كلهم، وعشان كده توم قرر ان هو لازم ينقذ الاطفال كلهم مش ابنه بس. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم
بيراقب راك وتأكد ان العملية نجحت فعلا. وساعتها شاف مايكل وهو سكران وبدأ يتكلم مع توم كده عن اليوم اللي توم اتخلى فيه عن مراته وفي يوم الهجوم، ونوى اختار ينقذ نفسه وصاب مراته تموت اما ندل. وتوم ما قدرش يستحمل الاهانات دي وضرب مايكل اللي قاله ان هو المفروض يشكره علشان هينقذ له ابنه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مايكل وفريق كابتن ويذر بينقلوا الكائن الفضائي لمكان تاني عشان عاوزين يبسطوا عملية الدراسة. وساعتها ويفر جاب توم عشان يعملوا اجتماع وقالوا ان جون عنده محل مليان موتوسيكلات وموجود على الطريق السريع ومحتاج يتأكد من صدق كلامه. وتوم اخد فريقه وراحوا ياكلوا الاول ويبدأوا رحلة الاستكشاف على الطريق السريع. بس في نفس الوقت هال كان لسه متدمر نفسيا بسبب اللي حصل للاطفال، ده غير ان هو معرفش يرجع مع كارين واكيد ماتت دلوقتي. وتوم حاول يتكلم معاه ويوسيه بس هال ما كانش عاوز يتكلم عن الموضوع. وبمجرد وصولهم كده للجسر ساعتها جون قال ان في كائنات فضائيه بتنام عند الجسر ودول ممكن يصحوا لو سمعوا دوشه، وعشان كده المجموعه كانت بتتسحب ببطء من غير اي صوت لحد ما وصلوا محل الموتوسيكلات. وتوم امرهم يتاكدوا ان الموتوسيكلات سليمه ويملوها بالجاز عشان يقدروا يعني يرجعوا بيها عقبال ما روي وجون يفتشوا بقى المنطقه. بس جون طلع غدار طبعا وضرب روي واخد موتوسيكل وهرب وراح لمكان الفضائيين واتسحب كده ببطء وفجرهم بالغاز وهم نايمين. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الفريق الطبي بيحاولوا يدرسوا الكائن الفضائي وخلوه كده يتفرج على شويه صور، ولاحظوا ان الفضائيين عندهم رد فعل عاطفي زي البشر واستجابتهم كمان سريعه جدا. وساعتها مايكل جات له فكره لما شاف المنظر ده، وساعتها جاب كائن فضائي ميت وخلى صاحبه الفضائي يشوف المنظر ده ولاحظ رد الفعل العدواني بتاعه اللي ظهر على الكائن الفضائي، بس عرفوا ان مفيش اي طريقه يتواصلوا بيها معاه. ومايكل قرر يعمل تشريح للكائن الفضائي بس الدكتور مش متأكد ان ده قرار حكيم. بس مايكل كان مغرور ونفض لكل مخاوفها وقلقها وقال لها انت في بداية مشوارك ومش عارفة لسه بتعملي ايه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مايك بيحاول يتكلم مع ابنه ريك اللي ما كانش عارف ابوه، وساعتها مايك اتعصب جدا من الفضائيين واللي عملوه في ابنه وراح يهدد الفضائي كده المحبوس ويعرف منه عمله ايه في ابنه وايه اللي هيقتله. بس الفضائي كان مرعوب جدا وفقد الوعي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف سكوت ومات بيحاولوا انهم يصنعوا راديو بيشتغل بشكل مؤقت، بس المشكله هنا ان موجات الراديو بتتقطع كل شويه، ولاحظوا ان صوت صريخ الكائن الفضائي ممكن يكون السبب، وعشان كده قرروا يقطعوا دماغ الكائن الفضائي الميت ويتاكدوا لو في حاجه هتساعدهم ولا لا. بس ساعتها سمعوا صوت دوشه في اوضه الكائن الفضائي ولاحظوا ان ريك ركب الحزام تاني والكائن الفضائي كان بيتكلم معاه بالتخاطر بالعقل. بس مايك شال حزام بسرعة من على ابنه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ان الروبوتات سمعوا صوت الدوشة من محل الموتوسيكلات وامر كل الاطفال يضربوا بالنار اي حد قدامهم، وروي اتصاف في رجله والفريق هرب بسرعة للمعسكر. وتوم راح يقول تقرير المهمة لويفر، ودلوقتي الفضائيين بقوا بيستخدموا الاطفال في الحرب ومبقاش عارف هينقذ الاطفال ازاي. وبعد كده بنشوف توم بيحاول يكمل كلامه مع هال علشان عارف ان هو بيمر بصدمة نفسية، وجاب له كل كتب هاري بوتر عشان عارف ان هو بيحبها من هو صغير، وابوه وعده بانه هينقذ ابنه بن مهما حصل، بس للأسف مش هيرجع نفس الطفل اللي عرفوه من قبل ما يتخطف. وهل بدأ يتكلم عن صدمته لما شاف اخوه بيسحب جثة كارين، بس توم طلب منه ما يصدقش كل حاجة عينيه شافتها عشان الليلة دي كانت صعبة قوي، وهو متأكد ان كل حاجة هتعدي على خير. وبعد كده بنشوف كل اهل المعسكر راحوا ياكلوا مع بعض ومسكوا ايد بعض وبداوا يدعوا ان ربنا يخرجهم من الازمه دي على خير. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم مع فريقه وقضوا اليوم كله بيدوروا على ادويه عشان يساعدوا كل الاطفال لما ينقذوهم. وفي الوقت ده ماجي وهال رجعوا بعد الغروب وكانوا معاهم ادويه كتير جدا وتوم بكل الكميات دي، بس آن قالت لتوم انه ما يبقاش طموح قوي كده عشان مش عارفين يتعاملوا مع ريك بعد مع عمل العملية. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف توم وهال راحوا لويفر وقالوا له انهم لازم يبداوا عملية الانقاذ في اقرب وقت والا كل الاطفال هيموتوا. والكابتن وافق على طول بس اقترح عليهم يخلوا كل الكائنات الفضائيين نايمين لوقت اطول عشان ما تحصلش خسائر. وفي الوقت ده سكوت كان شغال على الراديو وتوم وهال راحوا له وعرفوا منه ان الفضائيين بيتواصلوا مع بعض بموجات الراديو وهو هيقدر يفهم كلامهم لو الراديو بتاعه اشتغل ولسه محتاج شوية تعديلات. وبعد كده توم وهال راحوا يتدربوا على استخدام القوس والسهم، بس حكايتهم كانت على الله
وماجي شافت فشلهم وحاولت تعلم هال الطريقة الصح، وطلعت عارفة مكان المستشفى اللي الأطفال كانوا محبوسين فيها، وكانت بتروح هناك كتير وبتزور أصحابها، وقالت لهم على استراتيجيتها عشان يدخلوا المكان من غير دوشة. وبنشوف مايكل عمل مصل جديد، ولما جرب يستخدمه على الفضائي ساعتها الفضائي مسكه جامد جدا من رقبته، والمعسكر كله سمع صوت صريخه، ولما راحوا ينقذوه كان فات الأوان، والكابتن اتعصب جدا وأمرهم يقتلوا المخلوق ده في أسرع وقت. بس آن منعته عشان في حاجات كتير محتاجين يتعلموها، وهو ادالهم مهلة 24 ساعة وهيئة الفضائي بنفسه. وبعد كده هالك طرح فكرة على ويفر وتوم، عرف ان ابنه عاوز يلبس حزام زي الأطفال، ودي هتبقى أنسب طريقة للدخول المستشفى، ويقتلوا الفضائيين في هدوء خالص. وراحوا كده يعرضوا الفكرة على آن اللي كانت متعصبة وعملت نفسها بتقدم مية للفضائي، بس قتلته وقالت لتوم إنها مش فاكرة أي ذكريات عن أهلها وبتكره الفضائيين جدا. وبعد كده بنشوف توم بدأ مهمة الإنقاذ مع فريقه. وبس كده يا صاحبي بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، وأشوفك في العظمته اللي جاية. سلام.